عاجل في خبر صار، البرلمان المصري يتحرك ضد إبراهيم عيسى، ننشر التفاصيل. ومفاجأة، توقعات برفع أسعار الوقود في مصر. والإفتاء المصرية تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام. وعرض تسريبات جديدة على التلفزيون في مصر لأول مرة. وفي مفاجأة كبرى، حقيقة تعيين سفير تركي جديد في مصر، بننشر التفاصيل. وتفاصيل استئناف روسيا الرحلات الجوية إلى مصر. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار، اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم إن شاء الله عشان تجيلك أهم الأخبار. واضغط على زرار أعجبني أو اللايك، عاوزين نوصل ل 1000 أعجبني أو لايك على هذا الفيديو. وقبل ما نبدأ في الأخبار، عاوزين نغرق التعليقات بكلمة تحيا مصر زي ما متعودين في كل فيديو، ويلا نخش في تفاصيل الأخبار. نبدأ مع بعض في تفاصيل أول خبر معانا. وعاجل، البرلمان المصري يتحرك ضد إبراهيم عيسى. وانتقد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري الصحفي إبراهيم عيسى بعد تصريحاته عن صلاة التراويح واعتباره أنها اختراع، واصفا تلك التصريحات بأنها خطيرة وادعاءات وأكاذيب. ما يفعله إبراهيم عيسى يقودنا لفتنة كبرى. وتابع متسائلا، أين دور المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يحدث من أسباب التطرف؟ وأتوجه بطلب للتحقيق فيما يقوله حفاظا على المجتمع المصري. وأضاف، لمصلحة من يحاول إبراهيم عيسى أن يجرنا لفتن كبرى، ولمصلحة من هذه الإهانات التي توجه للدين والرموز الدينية؟ وكيف يسمح لإبراهيم أن يطل علينا بهذه اللغة ويقول هذا الكلام؟ عضو مجلس النواب الدكتور مصطفى بكري ليه قال الكلام ده؟ قال لأن الإعلامي إبراهيم عيسى أثار موجة من الانتقادات بعد تصريحات متكررة مثيرة للجدل، بدأت بإنكار الإسراء والمعراج، ثم الإشادة بتقديس الهندوس للبقر، مرورا بإنكار صلاة التراويح، الأمر الذي دفع الأزهر ودار الإفتاء للرد عليه. المصدر معانا كان من RT، وعاوز أعرف رأي حضراتكم في إبراهيم عيسى وما يقوله. أترك لحضراتكم التعليق والرد في التعليقات. ننتقل مع بعض الخبر آخر ومفاجأة، توقعات برفع أسعار الوقود في مصر. وتترقب السوق المصرية موعد تحديد أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة مع انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها ربع السنوي المقرر له في إبريل. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد رفعت أسعار بنزين 95 و92 و80 بمقدار ربع جنيه 25 قرش للتر في آخر اجتماعاتها فبراير الماضي، وذلك استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية. لكن منذ ذلك الحين تسبب ما يحدث في الشرق من ارتفاع سعر خام برنت من جديد بنسبة 15% ليصل إلى 107 دولارات للبرميل. بحسب البيانات الرسمية، ارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل ل 16% منذ إبريل 2021. ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في مصر. ومنذ تشكيل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عام 2019، اتخذت اللجنة 10 قرارات، تم تخفيض الأسعار في مرتين وتثبيتها 4 مرات ورفعها 4 مرات. وتجتمع اللجنة كل 3 أشهر لتحديد أسعار المواد البترولية بحيث لا تتجاوز نسبة التغيير ارتفاعا أو انخفاضا 10%. ويأتي اجتماع إبريل الجاري للجنة التسعير التلقائي للوقود وسط ظروف صعبة على المستوى المحلي الذي يشهد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري، وأوضاع عالمية تتمثل بما يحدث في الشرق والتي تسببت بشكل واضح في ارتفاع أسعار الدولار. المصدر معانا كان من القاهرة 24. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هل حضراتكم متوقعين زيادة أسعار البنزين في مصر أم لا؟ ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا. والإفتاء المصرية تحذر من فعل خاطئ وقت أذان الفجر يفسد الصيام. ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول هل يجوز الأكل والشرب عند سماع أذان الفجر في رمضان، مبينة أنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهي من سحوره قبل أذان الفجر حتى لا يقع في شبهة. وقالت إنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع في الأذان، لأن الله تعالى
أوجب الإمساك عند دخول الفجر، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان. أكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر، وهو الخيط الأبيض الذي جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب. فإذا تبين الفجر حرم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات. ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر، فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء، وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه. المصدر معانا كان من صحيفة صدى البلد. دي حبة توضيحات مهمة، لأن في ناس بتقول إن مع أذان الفجر ممكن نشرب حتى انتهاء الأذان، فهذا كلام غير صحيح، ودار الإفتاء المصرية يعني ترد بشكل حاسم، لأن هذه الأمور الدينية يعني ما فيهاش هزار. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعرض تسريبات جديدة على التلفزيون في مصر لأول مرة، وعرضت الحلقة 6 من مسلسل الاختيار في مصر تسريبا جديدا لخيرة الشاطر نائب المرشد في جماعة الإخوان. وقال الشاطر خلال التسريب: ده حضرتك من الآخر كل اللي اشتغل في نيابة أمن الدولة وجزء كبير من النيابة العامة لازم يتفور كله، لأن ده جهاز اتربى على التبعية للسلطة وكتير جدا بشكل كبير، يعني مش بيخلصوا حاجة كده لله وللقانون. وعرضت حلقة 4 إعلان الرئيس المعزول محمد مرسي التعديلات الدستورية التي أصدرها، وتضمنت قرارات الإعلان الدستوري إعادة التحقيقات والمحاكمات للمتهمين في القضايا المتعلقة بما حدث للمتظاهرين أثناء الثورة، اعتبار القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أي جهة أخرى، مثلا المحكمة الدستورية منذ تولي مرسي الرئاسة حتى إقرار دستوري جديد، وانتخاب مجلس شعب جديد يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات تبدأ من تاريخ البدء في المنصب. طبعا يعني حضراتكم أكيد متذكرين هذه الأحداث. أترك ليكم التعليق. المصدر معانا كان من صحيفة القاهرة 24. أترك ليكم التعليق. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي مفاجأة كبرى حقيقة تعيين سفير تركي جديد في مصر، ونفى وزير الخارجية التركي مولود شاووش أغلو ما تم نشره عن أن تركيا اتخذت قرارات بتعيين سفير لها في مصر. أكد أنه لم يتم اتخاذ هذا القرار بعد. وفي مؤتمر صحفي عقده يوم الخميس الماضي بعد مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في العاصمة البلجيكية بروكسل، قال أغلو: أقدمنا على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة سنقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص. أشار إلى أننا سبق وأن سحبنا سفرائنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال وقائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة. انتهت مدة عمله هناك، والآن نريد أن نعين قائما جديدا. أكد أنه عندما نتخذ قرارا متبادلا بتعيين السفراء سنعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار. وفيما يتعلق بالعلاقات التركية الأمريكية، قال أغلو أنه تلقى دعوة من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين لعقد اجتماع بواشنطن في 18 مايو القادم. وردا على سؤال حول ملف شراء تركيا طائرات F-16 من أمريكا، أوضح أن المباحثات في هذا الخصوص تسير بشكل إيجابي، لافتا إلى أن أنقرة مستاءة من بعض تصرفات واشنطن، خاصة دعم الأخيرة لبعض الأشخاص في الشام. المصدر معانا كان من صحيفة الأناضول. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. هل حضراتكم متوقعين يعني تعيين سفير تركي جديد في مصر وتعيين سفير مصري في تركيا؟ أترك ليكم التعليق. وننتقل مع بعض الخبر آخر، وتفاصيل استئناف روسيا الرحلات الجوية إلى مصر. استقبل مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة أول رحلة طيران روسية منتظمة بعد توقف الرحلات الجوية بين مطارات روسيا ومطار القاهرة حوالي شهر على خلفية الأزمة الأوكرانية. ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر قولها: وصلت أول رحلة من مطار سويتشي الدولي، وهي تابعة لشركة طيران روسيا إيرلاينز، وبرقم SU-6769 بطائرة من طراز سوخوي سوبر جيت 195B متأخرة ساعة عن موعدها المحدد. وترتبط شركة طيران روسيا إيرلاينز بالرمز مع شركة الخطوط الروسية إيرفلوت، وستنفذ رحلة طيران يوميا حتى 31 مايو المقبل.
وتم نزول ركاب الطائرة ودخولهم صالة الوصول من ممر خاص، وذلك لصغر طراز الطائرة وعدم تمكنها من الوقوف بتبويب دخول الركاب إلى صالة الوصول. المصدر معنا كان من صحيفة الأهرام. واستئناف الرحلات الجوية مرة أخرى ما بين روسيا ومصر بعد أن قامت روسيا يعني بسحب جميع السياح الروس من العالم بسبب الأحداث الأخيرة. ننتقل مع بعض الخبر آخر معانا، وبيان مفاجئ من الأرصاد بشأن حالة الطقس. يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت نهارا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وحار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على معظم الأنحاء، ومعتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد. ويتوقع خبراء الأرصاد ظهور شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، سواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، على فترات متقطعة مشمس على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية. درجات الحرارة على القاهرة 28 العظمى 17 الصغرى، الإسكندرية 24 العظمى 15 الصغرى، وادي نطرون 27 العظمى 15 الصغرى، طنطا 28 العظمى 16 الصغرى، شبين الكوم 27 العظمى و15 الصغرى، دمنهور 27 العظمى 17 الصغرى، بلطيم 26 العظمى 16 الصغرى، مطروح 22 العظمى 15 الصغرى، السلوم 21 العظمى و15 الصغرى، سيوة 25 12، بورسعيد 24 16، دمياط 23 16، الزقازيق 27 15، المنصورة 27 16، الإسماعيلية 28 15، السويس 28 15، العريش 22 15، راس سدر 32 16، نخل 29 16، نويبع 33 16، طابة 31 17، شرم الشيخ 32 24، والغردقة 33 23، مرسى علم 35 22، الفيوم 29 17، حلايب 33 20، الأقصر 39 23، قنا 39 24، سوهاج وأسيوط 35 21 و 33 21. المصدر معانا كان من صحيفة الموجز، وأترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وفي خبر صار افتتاح عدة منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز بمجمع مساكن الخيالة. أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن مديرية التموين بالقاهرة قامت بافتتاح عدة منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز بمجمع مساكن الخيالة الذي أقامته الدولة بديل لمناطق غير الآمنة بحوش الغجر والجيارة والسكر والليمون بمصر القديمة، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي توفرها المحافظة لقانطي المكان. أشار محافظ القاهرة إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ما زالت تواصل أعمال نقل سكان تلك المناطق إلى مساكنهم الجديدة بالخيالة، حيث تم حتى الآن إخلاء 240 عقارا من إجمالي 520 عقارا سيتم إزالتها. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار، أتمنى أكون خفيف على حضراتكم ما تقلتش عليكم إن شاء الله. كان معكم إسلام الأمير من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا اي بي على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بنفس الاسم. تحية كبيرة لأبانوب خلفاوي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.